السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله معكم الفقيه محمد من المغرب قرب مدينة خريبكة، معالج التوكال والسحر والجن، فقيه معالج ابن الزاوية. اليوم سنتكلم عن فوائد البخور. رغم أنك أخي أختي لا تشعر بشيء أو لا تحس بشيء أو ليس لديك شيء، إلا ضروري مؤكد أن تبخر منزلك يوم في الشهر أو يومين في الشهر برائحة طيبة، فإن الروائح الطيبة تأتي بالملائكة وتأتي بالخدام من الجن المسلمين وتطرد الشياطين، لأن الشياطين يكونوا موكلين بسحر رش نفور طلاق بغضة عين حسد بحسد، لأن الحسد لأن الحاسد ينظر إليك ويرسل إليك يعني طاقته السلبية التي تكون تنفر في ذلك الحسد، يعني يرسل إليك وتلك الطاقة السلبية تكون بخادم يأتي لك مباشرة فتأتي لك المنزل فتقوم بأخذك ما هو إيجابي ما هو سلبي. ومن هذا البخور الطيب يعني نرى هنا تارة، نرى هنا السرغينة، نرى هنا عود النبل المسخسخ، نرى هنا لبان ذكر، نرى هنا الكندر، نرى هنا المستكة، نرى المقال الأزرق، نرى البخور سنمكي، نرى هنا الورد، نرى هنا حجر الفك، نرى هنا بخور المكي. فكل هذه التباخير تجمع وتدق بحجر، لأن الحجر لا يطال البخور، لا تدق بحديد، ثم يبخر الإنسان في 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 في, في يومين في الشهر أو يوم في الشهر أو ثلاث أيام على حسب وقت فراغي. فالأوقات البخور التي يكون فيها سر هي وراء الفجر ووراء العصر. الله موفق.